بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة طيبة من مكاشفة القلوب بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أخت وقعت فريسة في يدي الناس الذين يعالجون علاج روحاني، وطبعا ده في خطورة على حياة البنات والسيدات، ولكن كيف كانت مكاشفة القلوب بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم علاج لهذه السيدة؟ جاءنا رجل للأسف، فجاء بحماته أخت زوجته، وكانت تقيم معه في البيت، هي مطلقة ولها بنتين. طالما تقيم معه في البيت، هذه أول مخالفة شرعية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألحموا الموت. ألحموا الموت يعني أخو الزوجة هو يعتبر كالموت، يعني هي لو عاشت مع زوج أختها في بيت واحد يعتبر أنها قد ماتت، هي والموت سواء. لماذا يجتهد عليها وعليه الشيطان فيوقع بها في الفاحشة؟ فما تقولش بقى زوج أخت رجل صالح، ده رجل متقي، ده رجل يصلي، هو يفكر في النقص الذي في زوجته ويريد أن يكمله بالفاحشة في أخته. جاء بها مدعيا أو هي تدعي أن يأتي إليها رجل في الفندق الذي تنام فيه في مصر ويأخذ تيير ملابسها ويلبسه أو فستان نوم أعزكم الله ويلبسه ويأخذ يرقص. قلت لها هل أنت دخل عليك يا رجل وأغلق عليك الباب وفتح الدولاب وأخذ قميص نومك أو أخذ تيير لك لابسه وأخذ يرقص به؟ قالت نعم. قلت له وأنت يعني لم تخافي؟ قالت لا، هو قال حددني وقال لي لو صرخت فلن يسمعك أحد لأنني عفريت أو جن ولم يسمعني أحد إلا أنت ولم يراني أحد إلا أنت. طبعا هي بان عليها علامات الكذب، لأن لو إنسان شاف المنظر ده ممكن يقع سريعا على الأرض أو يموت أو تحدث له سكتة دماغية أو قلبية أو تشنج أو شلل أو يخرج عن طبيعة الإنسان المألوف. قلت لها ولكن حالتك صعبة جدا وأريد أن أعرفها بعد أسبوع من الآن. قالت لماذا بعد أسبوع؟
قلت لها لأنك دخلت علي وأنت لست بطاهرة، أليست عليك الدورة الشهرية الآن؟ فزعت وقالت نعم. قلت وكيف تجرؤين أن تدخلين علي وأنت لست بطاهرة؟ تطهري ثم ادخلي. قالت حاضر. طلع أمامك أسبوع وتأتي. طبعا الكلام اللي أنا قلته في الآخر لم يكن في ضميري ولا في خلدي ولا في خاطري، وإلا كنت قلته أول ما دخلت ورفضت الحديث معهم تماما، ولكن جاءني هذه الكلمات حتى تكون مفتاحا لحل هذه المشكلة وتقويم سلوكها بإذن الله. فطبعا هي مشت وزوج أختها مشى وقالوا هنجيلك بعد أسبوع. هي راحت بقى قعدت تفكر وتقول الراجل ده راجل غير طبيعي، تقول في نفسها يعني كيف اكتشف حالتي وأنا لست على طهارة، معنى ذلك أنه ممكن أن يكتشف حالتي ويعرف أنني كاذبة ويفضحني. فامتنعت أن تأتي إلي لمدة 45 يوم، وهم يعني يحفزها أن تأتي إلي وهي ترفض لأنها خافت، هي تعرف نفسها. فبعد إلحاح شديد بعد 45 يوم جاءت. زوج أختها لم يأتي معها، ولكن جاءت أختها وجاء معها ابنها وجاءت مع أمها. مثلت إن هي عليها جن وأنا أضربه لكي يخرج من جسدها، فضربتها وهي تصرخ ويقول هخرج هخرج، وأشددت عليها بالضرب الشديد، فلما لم تستطيع أن تتحمل صرحتني بالحقيقة وقالت أنا كنت أكذب عليك، وأنا قلت لها قبل أن تتألم أنت تكذب علي، لأن هذا الرجل الذي كان يرقص كان رجل عميل في الفندق وأنت كنتم تمارسون معه الفاحشة، فحبيت تمثلي على أهلك وعلى زوج أختك النيل عفريت بحيث أن أنت تسافر من مدينة المنصورة إلى الفندق في القاهرة 120 كيلو على أساس تمثل فاحشة مع هذا الرجل في الليل، ويبقى دي شماعة أن العفاريت هي اللي بتركب الناس وهي كاذبة. طبعا هي أقرت ب ان هي كانت كاذبة وقالت تبت الى الله، وانا بعد ما شفت هذا الكرامة فان شاء الله مش هرجع لهذا الامر تاني، ولم اذهب للعمل في الفندق تاني، وانا هجلس هنا اربي بنتين واتزوج واصرف نفسي، او ان انا ابحث عن اي شيء ابيعه اتكسب منه بحيث أربي البنتين. والحمد لله هو زوج أختها قال تزوجت وتابت إلى الله، وكانت سبب مكاشفة القلوب بكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إنقاذا لها من الفاحشة ومن الكذب ومن أكل الحرام، وأصبحت نورا لها تبصر بها في حياتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.